بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع يخص بطارية العربية، ألا وهو عزل الحرارة عن البطارية. يمكن موضوع عزل الحرارة على البطارية ده مش جديد، بيتعمل من عشرات السنين، وأنا يمكن كنت عامله في عربية فيات قبل كده وكان فعال جدا. يمكن بعض الناس تظن الموضوع ده عديم الجدوى أو عديم الأهمية، لكن فعلا الموضوع ده بيفرق طول عمر الافتراضي للبطارية والحفاظ عليها عموما. الخامة اللي هستخدمها في الفيديو دي هي الصوف الحراري. الصوف الحراري ده بيستخدم في عزل الأفران والمداخن وخلافه. يمكن اللي يهمنا في الموضوع عزل الحرارة أكتر من البرودة، لأن الحرارة الزيادة بتتلف البطارية. البرودة يمكن بتضعف بس تفاعلات البطارية وبتأثر على الأداء، لكن طبعا لو البرودة زادت يعني وصلت درجة تحت الصفر أو كده، لا ممكن تتسبب في تلف. قبل ما أبتدي في مجموعة احتياطات كده عاوزك تاخد بالك منها وأنت بتتعامل مع الصوف الحراري ده، لأن هو دي أنت هتحتاج منك إن أنت تبقى لابس أي نوع جوانتي، جوانتي مطبخ، جوانتي ميكانيكا، أي حاجة حماية لإيدك يعني، وبرضه تكون لابس قميص يكون بكم طويل. يستحسن تكون لابس نظارة وكمامة حماية برضه لعينيك وكده من الوبر ده أو الشعر اللي بيبقى فيه ده. راعي إن أنت ما تمسحش عينيك وما تحاولش إن أنت توصل الشعر ده لجسمك أو تستنشقه، لأن ده بيعمل تهيج برضه، في سبب لك في كحة كده تخليك تبقى عايز تكح. نصيحتي وانت بتشتغل اشتغل في مكان مفتوح، خد الحاجة بتاعتك كلها واشتغل بره البيت، ما تشتغلش جوه البيت او في بلكونة حتى او على باب الشقة، لا اشتغل بعيد. وما تقلقش، موضوع العزل ده امان تماما يعني، ما فيش حد يقولك ان هي البطارية هتنفخ هتنفجر ولا مش عارف ايه، الكلام ده كله كلام مش صحيح بالمرة. وانا داخل دلوقتي بقى لي داخل على اكتر من سنتين وتمام ومفيش اي سلبيات يعني. نبتدي مع بعض كده ونشوف الموضوع هيتم ازاي. أول حاجة هنعملها بمفتاح رقم 10، هنفك البطارية بعد كده هنفك القطاش الموجب وبعد كده نفك القطاش السالب، نفصل السالب وبعد كده نفصل الموجب، بعد كده ناخد البطارية بتاعتنا ونبدأ. أول حاجة هتفرد فرخ الصوف الحراري وتاخد مقاساته. طبعا انت لازم تكون واخد مقاسات البطارية قبل ما تشتغل، لان البطارية ممكن بتختلف من بطارية للتانية مقاساتها. بعد كده تبتدي تحدد اماكن اللي انت هتقصها، هتحدد العرض والارتفاع، ده التغليف الجانبي. بعد كده هتاخد مقاسات القاعدة بتاعة البطارية وتحددها على فرق الصوف وبرضه تبدأ تقصها. حاول ان انت تشتغل بشويش. بعد كده هتجيب البطارية تحطها على القاعدة وتلفها بصفوف العزل زي ما شايفين كده. هتجيب اي حاجة تسند بيها وبعد كده السلوتيب هتبدأ تلزق الطبقتين دول على بعض، تبدأ تكرر بقى كل لزقة ورا التانية، تسند اي حاجة تحت البطارية كده. نكمل لزق، نبتدي نلزق القاعدة بقى في الجزء الجانبي بالشكل ده. نكمل برضو اللزق الناحية التانية كده. كده احنا خلصنا القاعدة كلها بالشكل ده. بعد كده بنقص الجناب، الزيادات دي هنحاول ان احنا نقصها بطريقة تكون حسب كل شكل بطارية. البطارية دي طبعا في هنا ليها دراع بتتشد منه، هنقص ناحيته عشان ما يضايقناش واحنا هنيجي نشيل البطارية. الحتة الزيادة اللي عند القواطيش هنقصها برضو بالزيادات دي. حاول ان انت تقص بحيث ان انت تبقى بعيد عن القطاش بتاع البطارية عشان لما تيجي تركب القطاش ما يضايقكش. بعد كده نكمل لزق. على فكرة الورق اللامع ده عبارة عن ورق عاكس مش اكتر، ده مش ورق ألومنيوم ولا حاجة عشان بس محدش يفتكر ان هو هيوصل كهرباء ولا حاجة. كمل لزق بالشكل ده. حاول ان انت تثبت على قد ما تقدر العزل ده على جسم البطارية.
لو لقيت في حتت زيادة بالشكل ده هتشيلها. طبعا انا في الفيديو استخدمت طبقة واحدة من العزل، انت تقدر تستخدم طبقتين وده الافضل طبعا، انت تستخدم طبقتين من العزل. اي حتة نلاقيها ان هي ما اتلزقتش كويس نحاول ان احنا نلف عليها كده. البطارية اهي، بعد كده بنحزمها كلها بالسلوتيب بالشكل ده بحيث ان هي تبقى ممسوكة على جسم البطارية. ده شكلها بعد ما خلصنا. بعد كده بنرجع نركب البطارية في مكانها. ثبت الأول البطارية في مكانها، بعد كده بنركب قطاش البطارية الموجب نربط عليه، بعد كده قطاش البطارية السالب نربط عليه ونقفل. كده يبقى احنا خلصنا. شكرا للمتابعة وبالتوفيق إن شاء الله.